بحال هذا اسم شحال يدير شحال هاد القورية تاع 2200 110 دراهم الواحد من قنية ثم قنية كنار 70 درهم 80 درهم 100 درهم خير موجود ولكن الثمن مرتفع من الناس هما مسكن الغربية خاصة لا يتهم الفلوس ما بقاش حاجة اللي كتطلع فابور على تهما كيشريو ليه العلف كيوكلو ولكن بكل صراحة هذا شبه بلدي هذا الدجاج شبه بلدي لأن تهما عاد كيوكلو سكرين كيوكلو المواد العضوية كيوكلو العلف اللي فيه بروتين بزاف مش طبيعي جدا مابقاتش حاجة اللي هي بلدية 100% بكل صراحة كونو صريحين هذا عير سميتو دجاج بلدي أما شي حاجة بلدية أخرين مابقاتش الواحد شحال البيضة؟ شحال هذا اسم شحال يدير؟ شحال هاد القورية تاع 2200 الواحد 110 دراهم الواحد من قنية ثم قنية كنار 70 درهم 80 درهم 100 درهم ثلاثة مرات